السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله مع الحلقة الثانية من الفونكس أو الصوتيات وكيفية نطق الحروف بشكل سليم. وكنا أخذنا المرة اللي فاتت 5 diagraphs أو 5 حروف مركبة، وكنا عرفنا ان الدايجراف او الحرف المركب هو بيتكون من 2 letters او من حرفين لما بنحطهم مع بعض make one sound او بيعملوا صوت واحد. والنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن 4 حروف مهمين جدا، حالات خاصة بالاربع حروف دول، والاربع حروف دول بيقابلونا في كلمات كتير قوي، عايزين نركز مع بعض فيهم. الحرف الأول هو حرف الـ A، الحرف الثاني هو حرف الـ M، الحرف الثالث هو حرف الـ C، والحرف الأخير هو حرف الـ A. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وبالنسبة لحرف الـ A يا أصحابي، في بعض الحاجات الخاصة بحرف الـ A في الفونكس لازم ناخد بالنا منها كويس، علشان لما نيجي نقرأ وننطق حرف الـ A ننطقه بشكل سليم، ولما نيجي نقرأ أي كلمة نعرف نقراها بشكل سليم اللي قدامنا يفهمنا ونعرف نقولها بشكل صحيح. أول حاجة خاصة بحرف الـ A، لو جه بعد حرف الـ A L L أو L T بيتنطق حرف الـ A في الحالة دي كأنه حرف O، بيتنطق O مش A. يبقى حرف الـ A لو جه بعد منه على طول L L أو L T بيتنطق O ما بيتنطقش A. طب ممكن تدينا بعض الأمثلة كده يا مستر؟ مثلا زي كلمة tall، T A L L، طويل يعني tall T A L L، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O. مثلا كمان زي كلمة small، S M A L L، small صغير، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه O. مثلا كمان زي كلمة ball، B A L L، كرة، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O، بول. مثلا كمان زي كلمة فول، F A L L، اللي هي يسقط أو كمان بتيجي بمعنى فصل الخريف، فول، هنا نطقنا حرف الـ A كأنه حرف O. كمان زي كلمة هول، H A L L، اللي هو يعني قاعة، نطقنا هنا حرف الـ A كأنه حرف O، هول. وزي كمان كلمة salt، S A L T، اللي هو ملح، في ناس كتير جدا بيقروها وبينطقوها غلط، هي بتنطق salt، salt، S A L T، وهنا بننطق حرف الـ A كأنه حرف O. فهي دي الملاحظة اللي لازم نبقى عارفينها كويس قوي في درس النهاردة الخاصة بحرف الـ A، لو جه بعد حرف الـ A L L أو L T بننطقه على طول كأنه حرف O. والحرف التاني أصحابي هو حرف الـ M، حرف الـ M لو جه بعد منه حرف الـ B في نهاية الكلمة فإن حرف الـ B ده مش هيتنطق، لا يلفظ، مش هنقوله. زي مثلا كلمة كوم، C O M B، اللي هو مشت، كوم اللي هو مشت، احنا ما نطقناش هنا حرف البي. وزي كمان كلمة لام، L A M B، اللي هو حمل، لام. وزي كمان كلمة توم، T O M B، توم، توم أو قبر،
طبعا هنا ما نطقناش حرف البي. وفي فيلم مشهور جدا Tomb Raider، Tomb Raider او فيلم راكبة القبور، هو مشهور جدا، لو ما اتفرجتوش عليه ممكن تتفرجوا عليه. وزي كمان كلمة climb، climb او يتسلق، climb climb climb، هنا كمان ما نطقناش حرف البي. وزي كلمة lem، lem limb، lem اللي هو عضو من أعضاء الجسم بتاع الإنسان، limb هنا ما نطقناش حرف البي. تالت جزء يا أصحابي وتالت حرف هنتكلم عنه النهاردة هو حرف السي. حرف السي يا أصحابي في بعض الملاحظات الخاصة بي، وعايزكم تركزوا معايا شوية في الحرف ده لأن هو مهم جدا. حرف السي لو جه وراء حرف الاي او الاي او الواي، في الحالة دي احنا بننطق السي كأنه حرف اس. مرة كمان، حرف السي لو جه بعد منه على طول حرف الاي او الاي او الواي، التلات حروف دول لو جم بعد منه بتخلي السي يتنطق كأنه حرف الاس. طب ان ممكن ناخد امثلة مع بعض كده، زي مثلا كلمة place، place او مكان، p l a c e place، هنا نطقنا حرف السي كأنه حرف اس لان جه بعد منه على طول حرف الاي. وزي كمان كلمة city، city city او مدينة، city، هنا السي اتنطقت كأنها حرف الاس لان جه بعد منها حرف الاي. وزي كمان كلمة bicycle، bicycle او دراجة، bicycle، السي هنا نطقناها كأنها حرف الاس لان جه بعد منها حرف الواي. تاني ملحوظة خاصة بحرف السي يا اصحابي، السي في الحالة اللي انا هقولها لكم دي دلوقتي بيتنطق كأنه شين. ايه هي الحروف اللي ممكن تيجي بعد السي تخليه غالبا بننطقه كأنه شين؟ لو جه السي بعد منه اي اي، ولو جه السي بعد منه اي اي، ولو جه بعد السي اي او، ولو جه السي بعد منه اي اي. الاربع حالات دول سي اي اي وسي اي اي وسي اي او وسي اي اي، الاربع اشكال دول بننطقهم على طول كأنهم شين، الشين الخاصة باللغة العربية. زي مثلا كلمة ocean، ocean او محيط، هنا ocean او محيط o c e a n، السي جه بعد منها على طول a a، فنطقنا السي e a كأنهم حرف الشين، ocean، ocean او محيط. وزي كلمة unconscious، unconscious او فاقد الوعي، u n c o n s c i o u s، السي هنا جه بعد منها على طول i o، فقلنا unconscious. اخر ثلاث حروف اللي هم c i o قرأناهم كأنهم شين. وزي كمان كلمة conscience، conscience او ضمير، conscience c o n s c i e n c e، هنا هنلاقي في نص الكلمة على طول ال c i e، قرأناهم كأنهم حرف الشين conscience.
conscience يعني ضمير. ومثلا برضو زي كلمة special أو خاص, special special. هنا في آخر الكلمة لقينا في cia فقرأناهم كأنهم شين, special. وآخر ملحوظة خاصة بحرف السي, وانا عارف ان احنا طولنا شوية في حرف السي, بس حرف السي من الحروف المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها كويس, ان حرف السي في اغلب الكلمات بيتنطق كأنه حرف الكي, زي مثلا كلمة cry او يبكي cry, وزي كمان كلمة black او اسود black, وزي كمان كلمة cold او بارد او برد او زكام cold, وزي كمان كلمة cat او قطة cat, وزي كمان كلمة picnic او نزهة picnic. الاثنين سي اللي موجودين في الكلمة اتقرأوا كأنهم حرف الكي picnic. وبكده احنا خلصنا كل الملاحظات الخاصة بحرف السي, ونتنقل لآخر حرف عندنا النهاردة وهو حرف الاي. وحرف الاي الملحوظة بتاعته ملحوظة بسيطة جدا ولازم ناخد بالنا منها كويس, ان هو لما بيجي في نهاية الكلمة فانه لا ينطق الا في حالات قليلة جدا هقولها لكم دلوقتي. فهو امتى ما بننطقوش الاول نبقى عارفين هو امتى ما بننطقوش, وبعدين اقول لكم الحالات البسيطة جدا اللي بننطق فيها حرف الاي لما بيجي في اخر الكلمة. احنا ما بنقولش حرف الاي ولا ينطق في الكلمات الاتية, مثلا زي كلمة smile يبتسم smile smile, وزي كلمة drive او يقود drive, وزي كلمة slide او يتزحلق slide. في كل الكلمات دي احنا ما بننطقش حرف الاي اللي موجود في اخر الكلمة. كمان زي كلمة hate او يكره hate, ما بننطقش حرف الاي. وزي كمان كلمة place او مكان place, احنا هنا ما نطقناش برضو حرف الاي وما ظهرش خالص في النطق الخاص بالكلمة. ايه هي الحالات اللي بننطق فيها حرف الاي واحنا بنقرأ الكلمة؟ هو ثلاث كلمات, وهي ثلاث حاجات بسيطة جدا, هما الضمائر. اول حاجة في كلمة هي او هو, هنا نطقنا حرف الاي وبقى واضح جدا في نطق الكلمة he هي او هو. وكمان زي كلمة she او هي, هنا برضو احنا نطقنا حرف الاي she she. وزي كلمة me او انا, ضمير طبعا مفعول به, هنا نطقنا حرف الاي وهو واضح جدا me او انا, ضمير المفعول به زي ما احنا قلنا من شوية. وبكده احنا خدنا الملاحظات الخاصة بالاربع حروف بتوع النهاردة. عايزكم تتمرنوا على الكلمات اللي احنا قلناها في درس النهاردة, ارجعوا اسمعوها مرة تانية, حاولوا تكتبوها برا وتقروها, خلوا بابا وماما يكتبها لكم بشكل متلخبط, وبعدين لما تيجوا تقروا الكلمة شوفوا انتوا قريتوها صح ولا غلط, اتدربوا كويس عليها قوي علشان ده هيساعدكم جدا بعد كده. والمعلومات دي خاصة بكل المراحل من اول كيجي 1 حتى الجامعة, فهتنفعكم جدا 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 في نطق اللغة الانجليزية وفي الفونكس بتاعتها. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك, والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب, وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير, وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك
وعلى المجموعة الخاصة بينا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتهم في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.